توسل بمولاتنا سكينة سلام الله عليها، أصحاب الحوائج المرضى، من عقدوا هذا المجلس، من سألون الدعاء، أسأل الله لنا ولكم إن شاء الله قضاء الحوائج حق محمد وآل محمد. سكينة جينا كلنا ببابك، سكينة نقصدك طلابك، سكينة جينا كلنا ببابك، سكينة تقصدك طلابك، سكينة سكينة نخوي المظلومة جينا للبقيع نطوفك، لا تردين سكينة بهالمسية ضيوفك، للكرم عطايا يا بنت الزكية جفوفك، ما نسينا يا الحزينة فضلك ومعروفك، اجينا شيعتك واحبابك، سكينة تقصدك طلابك، سكينة جينا كلنا ببابك، سكينة تقصدك طلابك، يلي من تدعين دعوتك مسموعة، يلي من تدعين لله دعوتك مسموعة، نسأل الله والجفوف بحضرتك مرفوعة، يلي تبيد الأعادي وجنتك مصفوعة، اكشفي كل الهموم عن نزيح اللاعة، لفينا نبكي على مصابك، سكينة تقصدك طلابك، سكينة جينا كلنا ببابك، سكينة تقصدك طلابك، نسأل الله بحق مقامك يشفي المرضانا، يقضي لنا هالحوائج يدفع البلوانا، نسأل الله بحق مقامك يشفي المرضانا، يقضي لنا هالحوائج يدفع البلوانا، ثبتين على الخدامة طلبة يا رجوانا، كربلاء يمتن وصل نقصد المولانا، نزوره ونذكر اللي صابك، سكينة جينا كلنا ببابك، سكينة جينا كلنا ببابك، شيعتك هالليلة جات بمجلسك عناية، هذا يلطم ذاك يبكي وبيده شايل راية، يمت يا بنت النبوة نقصدك مشاية، يمت ننصب عد مقامك يا الحزينة قراية، يا عمي الماي وين عتابك، سكينة جينا كلنا ببابك، سكينة جينا كلنا ببابك، يا الله بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، شافي مرضانا، حقق مطالبنا، فرج عنا وعن المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا يا رب العالمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا
وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأسمعكم إن شاء الله.